أشار إلى ذلك السيد بوهري بطبيعة الحال بخصوص قطاعات متعددة أرقى منها التعليم وأيضا الفلاحة. ولكن مع ذلك يعني أردت أن أتدخل هنا من أجل أن أؤكد على مسألة أساسية أضيف هذه المسألة إلى التدخل الملاحظة الدقيقة التي أتت على لسان أخينا المحترم السيد بشير بير وكذا السيد أبو عمر، بحيث إننا في كل دورة عادية أو استثنائية لما نعقدها في إقليم معين صحيح فإننا نحمل إلى هذا الإقليم هدية في شكل يعني مشروع طموح استراتيجي مهيكل بطبيعة الحال من أجل أن ننجزه في هذا الإقليم. وقد سبق أن عملنا على ذلك في إقليم مثل الناظور، ذهب إلى الناظور واتخذنا قرار من أجل بناء المركب الرياضي الذي تفتقد إليه هذا الإقليم. مشينا إلى بركان وأكدنا على ضرورة بناء مدرسة للتكوين الرياضي وإنتاج الأطر الرياضية كمدرسة في الشرعة. في دبدو أيضا ركزنا على التأهيل الثقافي لدبدو. في بوعرفة أيضا ركزنا هناك على ضرورة تنمية النجود العليا في الجهة الشرقية وما إلى ذلك. أنا كنت أنتظر أن ينطوي جدول الأعمال هذا عن نقطة صحيح واضحة جدا تتعلق بهذه الهدية، ولم أجدها إلا في النقطة المتعلقة بالصحة. هذه الصحة التي في الحقيقة هذا الموضوع ديال الصحة الذي ألحق بنا مرض نفسي الحقيقة، ونحن نساند نتضامن مع إقليم دريوش منذ حلولنا به يعني في الجهة الشرقية منذ 2009، ونحن ننادي كم من مرة بضرورة التعجيل بإحداث هذا المستشفى الإقليمي المسمى هناك في يعني الشاشة بالمستشفى المحلي. خصنا لذلك 3 مليار سنتي لحد ساعته انطلاقا من قناعات موضوعية لمجلس الجهة الشرقية بأن يعمل على تكثيف وتيرة إنجاز المشاريع في هذا الإقليم الفتي ولكن أيضا ضعيف جدا على مستوى بنيته التحتية السوسيو ثقافية والصحية وأيضا البنيات التحتية. وإن أخطأت في ذلك فالسيد العامل للإقليم دريوش ليؤكد ذلك، وقد توصلنا برسالة بشكل واضح جدا يطلب من خلالها السيد العامل على إقليم دريوش بأن نتدخل من أجل أن ندعمه في هذا الإقليم وهو على صواب. إذن أشنو هي الهدية؟ أنا لم أجدها إلا وأنا أبحث إلا في هذه النقطة المتعلقة بالصحة، وأنا أتأسف كثيرا عن تأخر الذي حدث وحصل على مستوى إنجاز هذه المعلمة الصحية البنية الأساسية الصحية في هذا الإقليم التي أثارت الكثير من النقاشات والكثير أقول من فوضى وردود فعل شعبية وجماهيرية على مستوى مختلف المكونات الترابية لإقليم يعني في الحقيقة دريوش. هذا لا ينفي أن تكون هناك مشاكل صحيح، وقد أشار إليها السيد العامل للإقليم في جيك مشكور على ذلك صحيح ما أشرتم إليه العطاء في هذه الألياء وفي هذا لراديو إسكانير ماشي غير في جيك السيد العامل المحترم، حتى في أقارب أخرى في الناظور وما إلى ذلك كلها تقريبا معطلة ويجب العمل على تعييدها. ما أفضل الله شريناها أفضل الله يجزيكم فيه الفلوس بالمليار اللي اخترنا على وزارة الصحة هذا العام، احنا جونا الفلوس للمواطنين. انا نادي البرامج ديالهم مطلوبات، لكن تدخل اقول ان الحرب وترجع على مين، وهذه وضعية اكسبلوزيف عندي في الاقليم. لا تنسيت ولا دعيت ولا في كيك ولا من كان واخا قاعد مدير جهوينا ما غايجاوبنيش. لان تاب لا من مجيب الصعيد المركزي. سمحوا لي كعامير ممكن صاحب الجلاله هذا 2 مليار اللي خسرنا فلوسنا ديال المواطنين. علاش الوزاره صح ما ندمينش؟ احنا ما ندمينش. علاش ما ندمينش؟ الا سمحتوا لي، لان الصحه هي شان الجميع. حتى اللي دخلتيني في الهضره لا حيت باش ما تغلطش. شحال بقى عندنا احنا السكانر خاسر؟ احنا ما عندناش السكانر، وعندنا اطباء تيشوميو تيتخرجوا ومساكن مخلين عيالاتهم وكذا وجالسين ما تيخدموش، وبغينا نعطيهم يخدموا وبغينا نريحوا على وجده لي زيباكياسيون كوتيديان الناس ولي زاكسيدون دو سيركيلاسيون. والاطباء تما جالسين تيضربوا وتنساو قرايتهم. اليوم سون سكانر ما يمكنش. العيالات ديالنا ما تيعرفوش هما الماموغراف، ما تيعرفوش. حنا اللي غادي نشريو الماموغراف، حنا اللي غنشريو ديزيكوغراف. حنا جوج مستشفى ديال الامراض العقليه صيفطوا لنا دو بسيكياتر، ما عندهم ما يديروا ولا ما عندهمش جناح.
هادشي كله في كيك اللي يخدم الطريق الضعيف بماله من الانتاج ديال سيدنا ومن المجلس الاقليمي ومجلس الجهه مشكور هنا حاضر لان عطانا واحد الدعم من الاول كله سيدنا للصحه. ولكن ما يمكنليش نبني انا مستشفى، مستشفى ماشي بالاختصاص. نعم الى مشينا صافي انا كنتمنى ما نكونش شاري. لا لا ما كاين مشكل، ساقول هي اصبر سأنهي 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 باقتراح باقتراح. انا اول بعد بغيتنا في الكلمه قيقاس العامل ديال الدريوش اللي غادي يوضح هذه النقطه مزيان مزيان. شكرا السيد الرئيس، ونوه باذن الله التدخل ديال السيد العامل وهو معترف واكد ما انا بصددي توضيح. فقط اقول بانه اتينا الى هنا من اجل ان نتضامن مع هذا الاقليم صراحه، ومن والان مطلوب منا الان ان نعلن صراحه ان نوضح موقفنا بخصوص هذا المستشفى الاقليمي الذي تم اجتراره معنا منذ 5 سنوات ولم يبنى بعد، وهو الهديه التي يجب ان نقدمها لهذا الاقليم. وشكرا السيد الرئيس، شكرا لكم كلكم. تفضل سيد العميد. شكرا سيد الرئيس، سيد الوالي، استاذ الحضور على المجلس. فيما يتعلق بالنقطه ديال المستشفى الاقليمي الدريوش، انا نبغي اولا كنشكر المجلس الوقار على المساهمه ديالو الكبيره من اجل اخراج هذه المعلمه للاقليم بامس الحاجه اليها. ثم كذلك نبغي نوه بالمجهودات اللي كيقوم بها السيد الوالي والساده المنتخبين بما فيهم السيد رئيس الجهه من اجل تتبع المآل ديال هذا المشروع المهم. غير فيما يتعلق بالاقليم ديال الدريوش، الايضاحات بانه تم التنسيق مع المصالح المركزيه وتم اتخاذ اللازم، حيث انه تم تعبئه جميع المصالح اللي معنيه بالتتبع الميدل، واليوم تمت عمليه ديال الشروع في فتح الاضرفه من اجل انجاز هذه المعلمه هذه اللي كيبقى الاقليم كامس الحاجه اليها، وهذا بفضل تضافر الجهود ديال الجميع بما فيه منتخبين بما فيه سلطات محليه واقليميه وولائيه وكذلك المصالح المركزيه. والان رحنا بصدد دراسه العروض المقدمه في هذا الشان، بحيث انه الغلاف الان اللي تخصص هو 52 مليون درهم واللي كيتعلق بلي كروزور اشغال الكبر. شكرا. عندنا شيء واضح نستمر السي عمر تفضل. الذي تحج اليه جل العائلات خصوصا بمناسبه الاعياد الدينيه، يستقبل ألوفات العائله المقيمه بنفس الاقليم وجميع الجهات المجاوره، خصوصا الجهة الشرقية ككل، وكذلك سكان مدينة مانيليا المحتلة التي تخلق رواجا جد مهم محليا وجهويا وأقول حتى وطنيا. وكما أغتنم الفرصة لأذكر بروح التضامن مع مالكي المحلات بالمركب الكبير ومع عائلتهم الصغيرة والكبيرة، أرجو من الله أن يرزقهم الصبر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. فقط لأذكر السيد الرئيس والسادة المستشارين والسيد الوالي المحترم بأن هذا الموضوع بطبيعة الحال صحيح أنه كان يقتضي تضامنا من دون تفكير، بالنظر للكارثة كانت ستتجاوز حدود التصرف ببطء من أجل الاستجابة الملحقة لفرض إعادة بناء هذا المركب، ولكن كان يقتضي الأمر أيضا أن نسجي كما قال إخواني سابقا سيادة مجلس الجهة الشرقية بخصوص القرار التي يقدم عليها ومما ترتبط بالمجال المالي وبالإقدام على المساهمة في أي مشروع كيفما كان. أنا صراحة كمقرع عام الميزانية فوجئت بتخصيص مبالغ مالية في التوزيع، يعني في ميزانية في الفائض، في الفائض فوجئت بمبلغ محدد وطلب مني ألا أتعمق في النقاش، هكذا طلب مني والسيد الضمان نائب الرئيس حاضر وهو شاهد. لذلك اقول
وقلت بان هذه الكارثه واكبناها صحيح. نشكر جميع من واكبها عن قرب وخفف الوطأة النفسيه والماليه على جميع المتضررين الملاك وكذا تجزى صحيح، من ضمنهم السيد الوالي المحترم والعمال على مستوى السيد العامل ديال ناطور الاخوه المجتمع المدني كله وجميع المجالس صحيح. ولكني فوجئت بتركيبه ماليه في اطار اتفاقيه شراكه انا لم اطلع عليها انا شخصيا، ولذلك المجلس من حقه ان يصادق على هذه الاتفاقيه الشراكه. هذا الله ثانيا ارى بان المبلغ المخصص لدعم هؤلاء من اجل اعاده بناء هذا المركب اراه صحيح بالنسبه للجهه الشرقيه، اسمحوا لي، هزيل جدا، ليس من باب المزايده ولكن من باب قول الحقيقه. هذا مشروع ضخم جدا عصري تجاوز قيمة بنائه من 16 مليار إلى غاية 20 مليار، لأنه لما سيتم يعني ستتم تكملة أشغاله بصفة نهائية سيتطلب إلى حدود 20 مليار، والحال أن الرعاية المادية بالنسبة لهذا التجار ضعيفة جدا، مقهورين على المستوى المادي، لا يمكن له أن يساهموا يعني بأبسط الإمكانيات المادية. ولذلك أقول أنا أقول تفاجأت بالمليار الصرف، أراه غير كافي وهو موزع على شطرين، يعني 500 مليون هذه السنة و 500 مليون السنة القادمة، ولست هنا يعني أمارس السياسة كما قال سيدي، أنا أتحدث بشكل موضوعي. مليار سنتي أراه ضعيف جدا، لذلك ألتمس وما غاديش يكون في الجهة الشرقية، ولست في حاجة حتى أصوت هذا الناس يعقول لهم بصفة نهائية والله سعيد، ولكني أرى بأن مليار سنتي ضعيف هزيل جدا بالمقارنة مع حجم الكارثة والوقع النفسي على هؤلاء. لذلك أمامنا بطبيعة الحال بقايا من اعتمادات مالية تتجاوز 21 مليون درهم لما لا إضافة مبلغ يعني إضافي لهذا المليار السنتيم، أو على الأقل الشروع هذا العام نوافق على مليار السنتيم على الأقل، والسنة المالية القادمة إن شاء الله سنضيف إليه 500 مليون سنتيم. هذا اقتراح أقدمه لصدى أعضاء المجلس على مستوى الجهة الشرقية ككل نظر لحجم الكارثة، وأتمنى أن تتم الموافقة على هذا المبلغ في حده الأدنى، وبذلك سأكون على الأقل أنا راضي عن نفسي، والله ليس في هذا الأمر بالنسبة لي أي هدف إلا أن نخفف الوضع المالي والنفسي على هؤلاء، ومع تأكيد على ضرورة أن تمر هذه الاتفاقية على لجنة المالية من أجل المصادقة عليها، اتفاقية شراكة لأنها المصادقة عليها، ولم نعرف لحد ساعتها الترتيب المالي، أعرفها فقط بالإنترنت. 26 مليون سنتيم مليون درهم بالنسبه لهم، 51 مليون او 54 بالنسبه للاخوان ديال السياش، و 50 مليون درهم بالنسبه للدي جي سي اي، مليار سنتيم بالنسبه للاضو، ولكن و 400 مليون بالنسبه للاستقليمي و 300، ولكن انا ما شفتهاش، انا بحالي كنلعب كبر يعني بحال راني كنتروكا. لذلك كخصيت تكون قبلت منا، ولكن اريد ان اؤكد على ضروره الرفع من مستوى المبلغ في اطار احترام سياده القانون. ثم السيد الرئيس وقد اشار الى السيد صالح البوضي، لا اريد ان يركب على هذا الموضوع من اجل اغراض اخرى سياسيه وانتهازيه محضه، لا اريد ان يركب عليه ابدا، وان يكتب في مختلف المواقع الالكترونيه بان شخص واحد هو الذي دبر هذا الامر، وقد أرغم حتى السيد الوالي على أن يتبنى هذا المقيم، وقد أرغمكم أنتم أيضا، وأرغم وزير الداخلية والسيد رئيس الحكومة والبرلمان كلهم، لا أريد أن يركب على هذا الموضوع، إنما نتعامل معه من منطلق موضوعي تضامني كما نص على ذلك الدستور، ونحن في خدمة المصلحة العامة ومتضامنون أيضا نفسيا وشخصيا مع هؤلاء التجار جميعهم، وبذلك أختم وشكرا. شكرا. واش هذا أول مرة جهة تضامنات مع توريد نفس المبلغ، وهذه سياسة ديال التضامن اللي كديرها جهة، وفي أي محطة ولا أي كارثة كتوقع في الجهة كتكون حاضرة. فالمواكبة ديالكم كنشكرها الإخوان السيد العام ديال الناظور وقفة ديال رجل كيف هذا، وقفنا مع هاد الناس وهذاك جميع واحد جميع الجهات اللي راهم تدخلوا في وزاره الداخليه، في وزاره السكنه وسياسه المدينه، والوكاله ديال الانعاش ديال التنميه ديال الاقاليم، كاين المجلس الجهوي، كاين المجلس الاقليمي، كاين الجمعيه الحضاريه، كاين القرض العقاري والسياحي، وكاين الملاكي. هذا كله ان شاء الله كنتمنى انه 2014 2015 الهدف المنشود هو اعاده البناء، ولا ما ندخلوا في القيل والقال، اللي الهدف هو نعاودوا البناء، لان المعركه راسها ما سهلاش.
باش تكونوا معاك واضحين، هذه المعركة كبيرة وكبيرة جدا لإعادة البناء، كاين الهدم ديالو وكاين البناء ديالو، وهذا الشيء كيطلب منا التضامن وكيطلب منا أنه نتفاعلوا بواحد الاقتراحات اللي تكون عملية اللي كيهم دوك المتضررين والساكنة الناظور، أن نعاودوا ذاك السوق ونرجع نموذجي ومثالي وبشي جودة عالية، وخاصة بالمواكبة ديال الوقاية فيما يتعلق بالجودة ديال نتاع لا سيكوريتي ديال الأمن. هذا هو اللي هم إشكالية كاملة، وكنشكر مرة أخرى الأعضاء ديال المجلس على التضامن ديالهم وعلى المواكبة ديالهم، وشكرا. ميزانية المجلس الجهة أصلية، مشروع ميزانية المجلس الجهة أصلية، بطبيعة الحال عمل في مقتضيات القانون، يعني منظم لتحقيق إعداد الميزانية، تم تنسيق فيما بين المصالح التابعة للسيكولي وكذا مقرر الميزانية، في مرحلة تميزت في انصراف الجميع إلى عطلة خلال فصل الصيف، لا توجد مجموعة أجهزة إدارية، ولكن مع ذلك يمكننا بفعل بعض الجهود من رسم الوظيفة التي أمامنا. يتعلق الأمر بمشروع ميزانية مجلس الجهة الشرقية التي أعددتها بناء على القاعدة الموجودة في جميع مجالس الجهة. توفيق ولاء وإخلاص. حضرة مدير الديوان الملكي القصر الملكي العامر الرباط. وبعد يشرفني أن ألتمس من جنابكم الكريم رفع نص البرقية التالية إلى مقام أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه وسدد خطاه. مولاي أمير المؤمنين سيرة النبي الأمين وحامي حمى الوطن والدين، السلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. وبعد فيتشرف خادم الأعتاب الشريفة علي الهادي بالحاج وعبد الله رئيس المجلس الجهوي للجهة الشرقية بمناسبة اختتام أشغال الدورة العادية لمجلس الجهة التي تنعقد بمقر إقليم دريوش يومه الثلاثاء 5 ذي الحجة 1435 هجرية الموافق ل 30 شتنبر 2014 ميلادية، بأن يرفع إلى السدة العالية بالله أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء المجلس أسمى آيات الولاء والإخلاص.